حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساب، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان ردي ابو قلبي انه معاك. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك ردي ابو قلبي انه معاك، لانك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب. لانك حبيبي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان ردي يا ابو قلبي ردي يا ابو قلبي انه معاك. تجنن يا جميلة حقيقي، تسلم ايدك. ميرسي يا وطن. ايه رايك يا ابي؟ انت لسه هتسأليه؟ ما هو قدامك نسف الطبق كله. عسل. الحلو بتاعك يا جميلة ما يقلش عن سموحة. سرك باتع يا جميلة، بتعالي تعشي عندنا كل يوم عشان تجيبي الاكل بتاعك وانت جاية. طب احنا مش كنا استنينا عمو مدحت؟ بالطريقة دي ما كناش هناكل اصلا. وبعدين معاكي ما تشغليش بالك انت يا جميلة، انا هسيب له حتة من التورتة، واما يجي يدوق هيعرف قد ايه انت شاطرة في كل حاجة. بقولك ايه يا جميلة، انت بتخلصي شغلك الساعة كام؟ انا بخلص كل يوم الساعة 5، بس يوم الجمعة بخلص الساعة 7. طب خلاص هديكي اجازة الجمعة، وابعتلك السواق كل يوم ياخدك من المطعم اللي انت شغالة فيه. ليه؟ انت نسيتي ان انا هرسمك ولا ايه؟ انت ايه يا بنتي، مفيش فايدة فيكي، حطها برضو في دماغك. ما هي اللي جاتني برجليها. يبقى جيتي الاضاقي. بالعكس،
دي هتبقى اول مره في حياتي حد يرسمني. شفتوا اهي موافقه اهي، اطلعوا انتوا منها بقى. ماشي الفايده سن طويل. بس اديني بس فرصه افهم عمي اني هتاخر بس ساعتين زياده كل يوم. فهمي براحتك، ولو عايزين يرسموا هو كمان انا ما عنديش مشكله. لا قولي لي يا جميله، الخاتم ده لابساه من امتى؟ من اللي رادي بس يا طنط. يعني انت عارفه ان هو أيوة ده؟ ايوه طبعا انا عارفه ان حضرتك اللي اديهولي اخر مره شفنا بعض فيها لما انقذتي ادم. ساعتها قلت لي يا طنط بيلا الخاتم ده واسع عليا، لما اكبر هبقى البسه. وهو بقى على قد حبيبتي. مساء النور يا مدحت، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. بابا عندنا ضيوف. اهلا وسهلا. اهلا حضرتك. دي جميله يا مدحت. مش معقول. ايه يا حبيبتي ده انت كبرتي قوي. كلنا كبرنا يا عم. الله يرحم باباك ومامتك. اقعد يا مدحت، دوق التورته بتاعت جميله، هتاكل صوابعك وراها. يا ميرسي يا بيلا، انا اتعشيت بره. طب اعمل حسابك بقى المره اللي جايه تيجي جعان، علشان جميله قوي عادتنا هتطبخ لنا بايديها. ايه ده، انت شاطره في الطبيخ زي مامتك بقى. يعني بحاول. ما تصدقش يا بابا، دي شيف هايل في مطعم كبير جنبينا في اكتوبر. خلاص المره الجايه اوعدك هموت نفسي من الجوع عشان ادوق الاكل من ايديك يا جميله. ان شاء الله. باي باي يا حبيبتي. ايه يا بنتي هتنامي فوق دراعي؟ لسه صاحيه؟ انت جيت امتى؟ من نص ساعه. وجات معايا جميلة عايزة تسلم عليك. على مالك حبيبتي، على مالك. ازيك يا إيمان؟ ازيك يا جميلة؟ تصوري فاكرانا واحد واحد؟ قالت لماما مش همشي قبل ما اسلم على إيمان. يا رب تكوني فاكراني. فاكراكي طبعا، صورك في قلب مامي، كنتي أجمل واحدة فينا. لا انتي أجمل. لا انت لسه اجمل. هي دينا ما قالتلكيش ان هي عايزه ترسمك؟ اه بس انت عرفتي ازاي؟ اختي بقى وانا عارفاها، مش هتسيب وشي زي ده ابدا غير لما تعملوا شغلتها. جميله كان نفسها تنزلي تتعشي معاها. معلش يا جميله، انا اصلي ما بخرجش من الاوضه دي غير قليل قوي. اه ما هما قالوا لي، بس يا ريت المرة الجاية بس توعديني تنزلي تقعدي معانا. إن شاء الله. تعالي انتي بس وأكيد هنقعد مع بعض أكتر. طيب أنا هسيبك ترتاحي. طيب يا حبيبتي. أنا مالك أوضة. اطلع اطلع وأنا هتصرف. متقلقش. عايزة حاجة؟ اتفضل. نورت يا جميل. بنور كمان. كده برضه يا جميله ما لحقناش نقعد معاكي ساعتين على بعض. معلش يا طنط، ما انا مش هينفع اتاخر على عمي اكتر من كده. لا اسمعي بقى، من هنا ورايح لازم عمك ده يفهم ان لينا فيكي زي ما ليه فيكي واكتر كمان. او بعدين يعرف كمان انك هتجيني كل يوم علشان ارسم لك البورتريه اللي اتفقنا عليه. حاضر. مفيش فايده، مش بتفكر غير في نفسها وبس. الله، هو انت مش عايزاها تيجي وخلاص؟ يلا يا ادم يا حبيبي عشان تلحق توصل جميله. لا يا طنط، انا هروح بتاكسي زي ما جيت بالظبط. تاكسي ايه حبيبتي، من العربيه موجوده وادم هو هيوصلك. وبعدين انت عايزه عمك يشوفك راجعه دلوقتي بتاكسي، يقولك ما تروحيش للناس دي تاني. يلا يا ادم يا حبيبي. مالك يا ابني واقف كده ليه؟ اتفضلي. يلا خلي بالك من نفسك وخلينا على اتصال لحد ما نشوف هتجيلنا تاني امتى. ان شاء الله. استناكي. باي باي. باي يا حبيبتي. سلام. تيجي؟ Thank you.
عمك قريب من هنا؟ اه هنا في اكتوبر. مش بعيد يعني. على فكرة المرة الجاية مش هستنى لما تجيلها. هجيلك بنفسي. هتجيلي فين؟ المطعم. أصل بصراحة طاجن سموحة وحشني جدا. بقول لي قبل ما تيجي بقى عشان أعمله لك مخصوص. إيه ده؟ هو في مخصوص أكتر من اللي أنا أكلته؟ تيجي المرة الجاية بس انا هنزل هنا. ايه في ايه؟ هو بيت عمك في الشارع ده؟ اه بس قدام شويه. طب هتنزل هنا ليه؟ عشان محدش يشوفني وانا مصلي. وفيها ايه يعني؟ لا فيها كتير، انا اذنك. استني، مش هسيبك تمشي لوحدك في وقت زي ده. ما تخافش انا واخده على كده. جميله. امن السادات المره اللي فاتت جاب لنا حاجات شمال. والسادات قديم قوي. خلي بالك من نفسك. حاضر. تصبح على خير. انت من اهلي. مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. اتاخرت كده ليه يا بنت اخويا؟ هو عبال ما خلصت المشوار مع الاستاذ حسام. والله كنتش اعرف ان مشوار الاستاذ حسام طويل كده. تعالي هنا يا بنتي، انت هتدخلي تنامي من غير ما تتعشي؟ استني لما احضر لك العشاء. مش جعانه. صدقيني لو قلت لك ان الليله دي كانت احلى ليله في حياتي. عمي عم، طب قولي لي بقى، شفتي ادم؟ في الاول ما كنتش اشوفه، مامته قالت انه عنده شغل ومش هيقدر يجي. طبعا كان نفسك تمشي بسرعه عشان تلحقي ترجعي الفستان ابو 700 جنيه. مش عارفه كنت حاسه بايه، بس فضلت مثبته عيني على الباب لحسن يجي في اخر لحظه. وجي في اخر لحظه؟ كأن ربنا رايد لنا نتقابل. تلاقيه اتفاجئ ان انت البنت اللي شافها في اسكندرية. اعتقد انه لسه متفاجئ لغاية دلوقتي. يعني طلع فاكرك؟ ده طلع فاكر كل حاجة، من اول ما اتولدت على ايديه لغاية ما ودعنا بعض وانقذت حياته. وايه كمان؟ قعدنا مع بعض على سفرة واحدة، وكل ما ابصله بطرف عيني
الاقي هو كمان بيبص لي بطرف عينه. بس كده ما حصلش بينكم اي كلام تاني؟ لا، ده وصلني بعربيته لغايه هنا وقال لي انه هيبقى يجي لي المطعم ومد ايده عشان يسلم عليا. حسيت اكن الدنيا بتلف بيا. اوعى تكوني ما سلمتيش عليه. لا سلمت طبعا، بس عارفه كانت اول مره كده احس اني متكهربة. طبعا ما هو مش اي حد. انا خايفه قوي يا وفاء. خايفه من ايه بس؟ انت مش لسه بتقولي انها اجمل ليله في حياتك؟ ايوه، بس خايفه من اللي هيحصل بعد كده. اللي هيحصل اجمل ان شاء الله. اكيد ادم مش هيستنى كتير على ما يقولك انه بيحبك. بس انا فين وهو فين؟ ادم مهندس قد الدنيا في شركه ابوه المليونير، وانا حته طباخه بالثانويه العامه ولسه قدامي سنتين على ما اخد البكالوريوس. الحب ما بيفرقش من مهندس وطباخه. بس الناس بتفرق. لو بيحبك بجد مش هيفرق مع الناس. بطلي نكد بقى واحكي لي اللي حصل بالتفصيل الممل. الرقص ما بيبقاش كده. لما تحبي تتعلمي الرقص بجد ابقى كلمني. ده شرفت يا استاذ. ايه يا ابني؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ هيبقى فين يعني؟ هتلاقيه مرزوع في الشارع زيه زي العيال الصيع اللي لو وراه شغل ولا مشغله. هو انت لو عرفت اللي حصل يا حاج مش هتندم ان انا كنت واقف في الشارع. يعني حتى طريقتك. ايه اللي حصل يا حبيب بابا؟ احكي لك يا حاج عشان تعرف بس اللي بيجي على الغلبان ما بيكسبش. بس بقى ايه؟ ليه؟ طب انت بره سيبينا لوحدنا. يلا اقعد في الباب وراكي. وانت تعالي لي هنا. يا عم قلت لي بقى كنت فين اروح عمك؟ كنت في المشوار اللي قلت لحضرتك عليه مع استاذ حسام. الله، ورجعت لغايه البيت ازاي؟ هو وصلني بعربيه. كدابه. خالد شافك وانت نازله في شارع اللي ورانا من عربيه شاب غريب. انت عبت؟ مين الشاب اللي كنت راكبه مع العربيه وخلتيني انزلك في الشارع التاني عشان ما حدش يشوفكم مع بعض؟ انت عبت. ادم ابن طنط بيلا. بيلا مين يا اختي؟ بيلا صاحبة ماما الله يرحمها. وشافك فين سي زفت ده عشان يوصلك لغاية البيت؟ انتهبت. كنت معزومة عندهم على العشاء ومحبوش ان انا اروح لوحدي. نعم يا اختي، معزومة. معزومة يا بنت وتستغفليني وتقولي لي انك في مشوار شغل. انا خفت حضرتك ما توافقش. ايوه بس سامع اللي انك هتبقي معاه. أنا اتفقت معاه على كده. فاكرة؟ فاكرة ولا أنت الأدب؟ يا سفلة يا عديمة التربية، دي كسرتيني ربيتي. محمود خلاص يا أخويا، صوتك جايب آخر الشارع. صوتي إيه؟ فضحتنا جابت آخر الدنيا، ما الشارع كله شاف الهانم وهي نازلة من عرب. يا غريب. أنا ما عملتش حاجة غلط. لما أنت ما تنيلتيش على عينك وعملتي حاجة غلط، أمال بتخبي ليه وبتداري ليه؟ وجرستيني قدام الراجل اللي قتلي. يا ابني ما خلاص بقى. خلاص؟ خلاص يا اخويا. ماشي ماشي يا بنت اخويا، بس قسما بالله العظيم ما انا مفوتها لك بالسهل. ومن الليله دي رجلي على رجلك في الداخله والخارجه. وريني بقى حتى بقيت قبل ازاي. خلاص خلاص يا اخويا. وريني من وشي. خلاص يا اخويا. وداهية. واحنا اتقابلنا قبل كده؟ ايوه. فين؟ هسيبك تفتكر لوحدك. كنت متأكدة اني هلاقيك صاحي. اشمعنى يعني؟ عشان اكيد بتفتكر اليوم الحلو ده. هو فعلا يوم حلو قوي. جميلة فكرتني بحاجات كتير كانت وحشاني. عارف يا ادم، أجمل حاجة بقى بجد مفرحاني بوجود جميلة إني هصلح الغلط اللي غلطته في حقها طول السنين اللي فاتت دي، لما فكرت أسيبها تعيش مع عمها يبيع ويشتري فيها. بس أنت دورت عليها كتير وما لقيتهاش. بس كان لازم أدور أكتر.
بس هعمل ايه بقى؟ انشغلت فيك وفي اخواتك وفي الدنيا. كنت حاسه بالذنب ناحيه طنط فاطمه الله يرحمها؟ وناحيه جميله اكتر، لاني عارفه انها عايشه ومحتاجالي. طب تفتكر يا ماما هي لسه محتاجاك لغايه دلوقتي؟ اللي انا فاكراه ومتاكده منه انها محتاجه لينا كلنا. وصدقني يا ادم، لو كنت عرفت مكانها وهي صغيره كانت هتتربى في وسطكم وتكبر معاكم، وما كنتش هسيبها تعيش مع عمها ابدا. يا ريتك كنت عملت كده. مش عارفه يا ادم، من يوم ما جات لي جميله البيت وانا بسال نفسي سؤال واحد، ليه جميله ما ظهرتش غير دلوقتي؟ وليه اتاخرت عن السنين اللي فاتت دي كلها؟ طول عمرك تقولي لي ان كل شيء بأوان، وطول عمري كمان بقول محدش عارف الخير فين وربنا شايل لنا ايه. لكن اللي انا متاكده منه ان جميله رجعت لنا لحكمه معينه عنده هو وحده سبحانه وتعالى اللي عالم بيها. وانا قبلها حياتي حد يمد ايده عليا. ان شاء الله تبقى اخر مرة. مش باين يا وفاء. هو بابا صحيح قاسي شوية، بس تلاقيه صعبت عليه نفسه لما كدبتي عليه بالاتفاق مع حسام. ما هو لو ما كانش مخوفني طول عمري ما كنتش اضطريت اكدب عليه. منك لله يا خالد، هو السبب في كل اللي حصل ده، زي ما يكون كان مستني لك على غلطة. مش بس خالد، انا طول عمري حاسه انه عمي نفسه يضربني الالم ده، وكان محوشهولي من زمان ومستني اي فرصه. ليه يا جميله؟ ده انت بنت اخوه بيحبك. لا، عمي عمره ما حبني ولا خلاني احبه. انا اللي كنت فاكره انه دي اجمل ليله في حياتي، كنتش عارفه انها هتخلص بألم على وشي. ان شاء الله ازمه وهتعدي. بعد اللي حصل ده مفيش حاجه هتعدي. يعني ايه؟ انتي مش سمعتي وهو بيقولوا رجلي على رجلك في الدخله والخارجه؟ انا بقى لا داخله ولا خارجه. طب والمطعم؟ مش هروح. يعني هتحبسي نفسك في البيت؟ ايوه، لغايه ما اخرج منه وما ارجعش تاني. ليه يا جميله بتقولي كده؟ عشان هي دي الحقيقه يا وفاء. انا من ساعه اهلي ما ماتوا وجده كمان مبقاش لاقي مكان وسطيكم. انا بقيت بحلم باليوم اللي هخرج فيه من هنا واروح اي مكان الاقي فيه نفسي ويكون بيتي بجد. ها خلصت الفايل؟ امسك. انت لحقت تقراها؟ يا ابني انا مهندس تعبان زيك. ايوه بس دي عكس ملحوظات مدحت بيه. طب وانت خايف منه ولا ايه؟ اه طبعا خايف يرفدني. وانت ايه علاقتك؟ عشان مش عارف يرفدك انت. لا ما تقلقش هتصرف انا معاه. بس ايه النشاط ده كله؟ كل ده من صنف الحلو بتاع جميله؟ انت عرفت منين؟ انا عرفت؟ مين عرف؟ انا عرفت؟ مين عرف؟ مين عرف؟ ايه ده صوت مدحت بيه؟ يا حاج مدحت انا جاي. يا حاج مدحت. طيب. مدحت بيه اكيد البت دينا هي اللي قالت له.
هاي. هاي. خفت اكلمك في التليفون ما تردش عليا كالعاده. طب استريح. انا مش جايه اقعد يا ادهم. انا عايز افهم انت متغير معايا كده ليه؟ ابدا. الشغل بس، عندي شغل كتير. شغل ايه؟ شغل ايه؟ ما انا بشتغل معاك في نفس المكان. انت متغير معايا حتى في الشغل. طب بقولك ايه؟ تعالى نتكلم بره، انا عازمك على الغدا. مش هينفع والله يا نو. بابا طالب مني حاجات مهمه عايزني اخلصها. انت عمر الشغل ما خدك مني. هو في ايه؟ على فكره يا ادهم، انا ملاحظه ان احنا من ساعه ما كنا مع بعض في الفيلا وانت متغير. لا انا نسيت الموضوع ده خلاص. لا انت ما نسيتوش، انت بتحاول تنساه بس مش قادر. جايز. 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 اوكي، بما انه بقى جايز وانت لسه مش متاكد، اما تبقى تتاكد ابقى كلمني يا ادهم. مين اللي بيطلبك؟ ادم، ما رديتيش عليه ليه؟ خايفه يسالني عامله ايه واضطر اكدب اقول اني كويسه. انت هتبقي كويسه فعلا لو رديتي عليه. مش عايزه ابان ضعيفه قدامه، ومش عايزه اشيله هم واحنا ما تقابلناش غير مره واحده. قولي بصراحه انك خايفه يقولك تعالي نتقابل وانت مش عارفه تنزلي من البيت. خايفه كمان يعرف ان هو السبب في اللي حصل لي امبارح. واخرتها يعني لو فضلتي كده ما ترديش عليها هيفتكرك مش عايزه تكلميه تاني. مش جايز ده يبقى في مصلحته. بس ده ما كانش كلامك امبارح. انا فضلت سهرانه افكر طول الليل. الالم اللي عمي اداهولي ده فوقني، حسسني اني صغيره قوي، يمكن اصغر من اني احلم بادم. بابا اتصل بماما بيقول لها حسام سال عليكي، زعلان جدا عشان ما جيتيش المطعم النهارده، والزباين كمان بيسالوا عليكي. طبعا عمي ما قدرش يقول لهم على اللي عملوا فيا. اتفضلي يا ماما. انا بابا مش ماما. بابا ايه اللي جابك؟ ايه بنت؟ في بنت محترمه متربيه تقول لابوها كده؟ مش قصدي يا بابا، انا قصدي يعني ان حضرتك ما بتجيش قبل الساعه 6. انت مالك؟ اجي 6 اجي 7 اجي وقت ما اجي. اجري يلا شوف امك بتعمل ايه في المطبخ، اجري. اه طيب، ربنا يهدي النفوس. انت مالك انت؟ قرف. يا جميلة، ممكن اعرف ما جيتيش الشغل ليه النهاردة؟ ما كنتش هعرف اشتغل وانا لسه ماسكة وشي مطرح القلم. معلش ما تاخذينيش يعني يا جميلة، اللي انت عملتيه ده ما كانش يتسكت عليه. انا ما فيش مشكلة، والاستاذ حسام سأل عليك النهاردة وانا قلت له انك تعبانة. الراجل كتر الف خير ومشاني بدري عشان اخدك اوديك للدكتور. طب وانا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ أقول منك حاجة بسيطة جدا. الصبح إن شاء الله تنزلي معايا تروحي الشغل وتقولي لحسام بيه إن أنا وديتك للدكتور وخدتي الدواء وخفيتي إن شاء الله. آسفة يا عمي، مش هقدر أروح الشغل. يعني إيه؟ أنت عايزة تطلعيني كداب قدام الراجل ولا إيه؟ لا كداب ولا حاجة، أنا فعلا تعبانة بس مش عارفة هخف إمتى. لا بقى، أنت عايزة تطلعيني عيل صغير قدام الراجل اللي أنا باكل معاه عيش، أنا فاهمك كويس. لا يا عمي،
انت عمرك ما فهمتني وعمرك ما هتفهمني. ماشي ماشي يا بنت اخويا. ايوه حبيبتي، عارف ان بقالنا كتير ما شفناش بعض، بس غصب عني هاجيلك النهارده، هكلمك قبل ما انزل. هيبقى في بينا من بعض مكالمه بخصوص الميعاد ده. مع السلامه. ايه رايك في المفاجاه دي؟ اهلا يا حبيبتي، هي سكرتيره مش بره؟ لا بره، بس انا قلت لها مش محتاج اذن علشان ادخل لبابي. خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ مفيش، انا بس ما لحقتكش قبل ما تنزل الصبح. الموضوع مهم للدرجه دي؟ انت عارفني كل مواضيعي مهمه. مش قوي كده. من الاخر كده انا عايزه اريحكم مني الصيف ده، عايزه اسافر لعمتي كماليا لبنان. انسي. هاي عصام، صاحبك ماله بقى؟ صاحبي مين؟ صاحبك مين؟ ادم. هو انت عندك صحاب غيره هنا ولا ايه؟ لا هنا ولا غير هنا، هو ضايقك في حاجه؟ ايوه، عزمته على الغدا وما رضيش يجي. طب ما انا موجود، ممكن اجي بداله يعني. عصام انا ما بهزرش، ادم مخبي عليا حاجه. مخبي ايه؟ انت بتسالني؟ ما انا اكيد لو كنت عارفه ما كنتش جيت سالتك. هو صحيح انا لو اعرف كنت جيت سالتك. طب ايش عرفك ان هو مخبي عنك حاجه؟ عشان انا عارفه ادم كويس قوي، ومن يوم ما عرفته وانا بقراه كويس قوي من عينيه. طب خلاص يا ستي اقراه لك انا كمان واعرف لك ايه الحكايه. ايوه بس من غير ما يفهم ان انا جيت لك وطلبت منك. شوف يا نهى، انا قديم قوي في الحاجات دي. طيب ما تتاخرش عليا بقى، النهارده تكلمني وتفهمني في ايه. قول يا رب. اوكي باي. باي. دينا؟ ايه؟ ما تخافش كده، مش جاي لك انت مخصوص. كنت عند بابي وقلت اعدي عليك. حد شافك كنت داخل عندي؟ يا سبع رجال، ما تكونش جامد كده وانا مش واخده بالي. انا مش خايف على نفسي، انا خايف عليك. قولي الاول، هي نوع كانت عندك بتعمل ايه؟ انت بتغيري عليا بقى. لا طبعا، انا بس عايزه اعرف. انت ناسي ان هي بتسوق المشروع اللي انا شغال فيه؟ ماشي، خليها تشبع بيك. وبعدين بقى؟ استحالة تكوني جاية كل ده عشان تعرفي مين الستات اللي بتدخل لي المكتب. لا أنا عايزة أسافر لعمتي كمان يا لبنان. هترجعي إمتى؟ معرفش، يمكن على أول الدراسة كده. أنت جاية تستأذنيني؟ لا طبعا، أنا كنت جاية أستأذن بابي وهو رفض، وأنت اللي هتقنعه. أنا؟ إيه؟ هو مش أنت الراجل بتاعي ولا يعني هو الحب ببلاش؟ هي انت عايزاني ادخل لمدحت بيه اقول له انا بحب دينا ويا ريت تسيبها تسافر لبنان؟ قول بقى انك مش عايزه يعرف انك بتحبني، يقوم ردك من الشركه وتخسر الوظيفه بسببي. لا الحكايه كلها ان انا كمان مش عايزك تسافري وتسيبيني كده. طب ايه رايك بقى يا عصام ان انا هسافر؟ هسافر بمزاجك او غصب عنك، ماشي؟ ومن هنا لحد ما اسافر ما اشوفش وشك ولا اسمع صوتك في التليفون، وبخليها تنفعك. بنت المهبوشه دي. بقالي كتير ما جيتيش. انا مش عايزه افتكر من امتى. وحشك المكان قوي، بس قليل قوي لما كنت بقعد في الصاله. يبقى اكيد وحشك انك تطلعي على المسرح.
شريف انا مش عايزه اعلق نفسي بحلم عارفه اني مش هقدر عليه. مايسترو هيخش دلوقتي.